جاي من صلاح الدين حصرين يعني من تكريت اشتغل هنا. الشغل الحمد لله يعني حيل زين وامان، والاجواء حيل زينه يعني الحمد لله يعني، وهم الشغل يعني حيل زين الحمد لله يعني. والله السوق حاليا هنا يعني حلو، وسوق ناس طيبين واهله وكل شيء متوفر بي، والحمد لله اشكر يعني ما بي شيء نقص. يعني الأجواء جيدة، هادئة، آمنة، مطمئنة، العيشة بها بالنسبة للغذاء والأكل الطعام والخام هو بها شيء يعني رخيص ومناسب جدا، سواء أنه الآجار، آجار البيوت، آجار الفنادق بها ارتفاع بالأسعار، هذا ملحوظ. أسعار يعني ناس وقسم موظفين عنده راتب، وقسم ناس يعني بعطالة ما عندها عمل ما عندها شغل، يصعب عليها المعيشة، وخاصة إذا طال الوضع، طال أنه مناطقها ظلت غير آمنة فما تستطيع أن ترجع. يبقى اللي عاطل عن العمل، ما عنده عمل ما عنده راتب، يسبب له أذية وأحراج في طول البقاء، وهو مهجر عن بيته وعن داره وعن أهله، والعائلة صارت أكثر من 3 أو 4 أشكال، اللي مهجر، اللي بالسجن، اللي بالمستشفى، اللي تحت الأنقاض، اللي بعد محاصر، اللي تحت الحروب. ما هو أنه هو إنسان مستقر، حتى اللي هسه نازح فعنده ناس من ولده، من بناته، من أمهاته، من أولاده، من آبائهم في غير مكانات، ولهذا هي معاناة المهجر. والله هاي السنة يعني مرت مثلها مثل قبلها، يعني بعدنا نازحين وبعد العوائل مهجرة، بعد ناس مهجرة، كل أملنا كل يعني طموحنا أنه ترجع هاي العوائل الحضن ديرتها والناس يعني، هذا هو يعني. بس انما احنا هنا عايشين ما شاء الله، يعني هنا اجواء كلش حلوه باربيل، اذا على الاجواء، بس مو مثل الديره ومو مثل الاهل، مو مثل يعني ما احنا بمنطقتنا. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرجعنا مدينتنا والمنطقه مناطقنا، وترجع كل عائله نازحه، وهاي ظروف النزوح وناس اللي بالمخيمات، والله يعني حاله يرثى لها. احنا رحنا هناك، انا يعني اكثر من مره رحت هناك كمنظمات، احنا مجتمع مدني رحنا وياهم، شفنا الاوضاع، شفنا الاطفال شلون حاله بيهم، يعني امراض، اي مرض يجي يعني يعدي هذا الطفل، الطفل بالطين عايش ما يعرف يعني، مو مثل الانسان الكبير. فاني كلش تاذيت من شفت هيك مواقف يعني بالمخيمات. الاوضاع الاربيل ما طول امان موجود بالاربيل، اسايش والشرطه والبيجمركا الحمد لله والشكر السياحي هسه مشكورين، هذول عرب موجودين من هنا، ماكو فرق بين العرب بين الكردي، هسه بالاربيل ماكو فرق، اكو قسم يسوي الفرق بين العرب بين الكردي، هذا لا كردي لا عربي، هذا مو عراقي، احنا بعتبر مو عراقي، احنا عراقيين، احنا بلد واحد نعيش، استقرار موجود، بلد موجود، امان موجود، الاسايج ما ينام نص الليل والنهار ما ينام، يعني اذا استقرار ما موجود أهل الموصل شوف أثروا به، بغداد مكانات هم بلدنا، هذا ماكو فرق بين العرب بين الكردي، ماكو فرق، احنا نقهر اللي واحد عربي ينقتل. طبعا نشكر قناة صلاح الدين على زيارتها لإقليم كردستان وللقلعة بصورة خاصة، ومن خلال قناتكم نريد نناشد محافظ صلاح الدين السيد أبو مازن أن يعجل بشغلة الرجوع الأهالي إلى بيجي. تعرف الناس تأذت، وأغلب الناس ساكنة بالخيم، والناس أكو بيها ساكنة بمكانات يعني
لله الشكوى يعني العالم بترجع لبيوتها حتى اذا مكان لهم ما متوفر. واني مواطن من ناحيه الصينيه قضاء بيجي قالوا لنا قبل شهر تقريبا الرجعه، فنتمنى من السيد المحافظ ان يرجعنا لديارنا، وهاي امنيتي وامنيه كل واحد من اهل بيجي وناحيه الصينيه ناحيتي مدينتي، ونسال الله سبحانه وتعالى يفرج هاي الغمه عن هاي الامه ويرجع النازحين ان شاء الله كل من ديرته، وان شاء الله ندعي من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ كردستان وشعب كردستان وناسها الطيبين على هاي الوقفه الجميله اللي وقفوها مع النازحين اخوانهم العراقيين.